هادير زيدانا خذ 220 مشاهدي قناة الشارقة قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. عندنا مباشر جديد من قلب سوق الجملة مدينة المحمدية. كما كتلاحظوا معنا بالصورة الجودة العالية ديال الجلبانة، ولكن كما قلنا الثمن مرتفع ديال الجلبانة 30 كيلو واصل الثمن ديالو 315 درهم. الجلبانة ديال الشياضمة نواحي الصويرة كتواجد بسوق جملة بمدينة المحمدية، وكما قلنا الثمن ديالها مرتفع بزاف، واصل كما قلنا 315 درهم 30 كيلو، قاصحة وقاصحة بزاف. ولكن كاين على الإقبال، كاين مجموعة من الناس اللي كيستهلكوا الجلبانة في شهر رمضان بكثرة. كاين اللي كيجي يدي 10 كيلو، كاين اللي كيدي 20 كيلو، كاين اللي كيدي 15 كيلو، حيت هي نورمالمون الجلبانه كتباع سقاطه، ما كتباعش الصندوق ولا هنا كتباع الجلبانه سقاطه بحالها، بحال البصله، بحال الحامض، حتى الحامض كيتباع سقاطه. الحامض اليوم كذلك واصل الثمن ديالو 5 درهم الكيلو الحامض، غلا من الليمون اللي واصل الثمن ديالو، لا عفوا تقريبا قريب الليمون بالثمن الغالي ديالو. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، اكيد الجوده كاينه، ولكن الثمن كيف ما قلنا مشاهدينا ومتابعينا مرتفع في الاونه الاخيره. نتمنوا خير، نتمنوا قبل شهر رمضان كيف ما قلنا من قبل ان الاثمنه ديال الجلبانه تنخفض كيف ما انخفضت مطيشه اللي كما قلنا واصل اليوم في السوق 90 100 120. هادشي اللي كنتمنوا الثمن ان كذلك يطيح ديال الخضروات الاخرى، وكذلك الفواكه تنخفض الثمن ديالهم، حيت شويه كما قلنا قاصحة على المقدورة الشرائية ديال المواطنين، أن الثمن يوصل لواحد الثمن كثير وكثير بزاف. هادشي علاش كنحاولوا أن نعطيكم صورة تقريبية من سوق الجملة باش تعرفوا الأثمنة اللي كاينة صباح اليوم، يوم الخميس. أكيد سوق الجملة كيخدم يعني كيكون ثلاثة أيام في الأسبوع، الثلاث الخميس والسبت، والثمن يعني دائما كيتغير من يوم ليوم. يقدر اليوم يكون ثمن، ونهار الخميس نهار السبت يكون ثمن آخر، والثلاث جاي يقدر يكون ثمن آخر، يا إما يطلع الثمن يا إما يعاود ينزل على حساب السوق ولا حساب البلاصة اللي كيشرو منها السلعة، واش طالع فيها السوق ولا نازل. أكيد أجا الأخ أجي حدايا، كما قلت هي هاد السلعة ديال الشياضمة النواحي ديال الصوير، سوق عام كيتسمى سوق عام. كما قلت هي الثمن ما كتحكموش فيه نتوما من البلاصة اللي كتشريو السلعة، الثمن مع الكمية. كانت كمية موجودة راه السومة كتكون طايحة شوية، كانت كمية قليلة راه كتجي جوج خنشات ثلاثة كيوقفوا عليها أربعة خمسة ستة باغيين يشروها. ها دابا هو الإشكال اللي كتلقاو نتوما من البلاصة ديال الشراء، دابا ملي كتمشيو للبلاصة اللي من كتشريو الجملة يا إما لكان نتوما كشراية كتكونوا بزاف أكثر من السلعة، الثمن كيطلع الثمن. دابا ملي كيكون السوق ما دافعش ما فيش السلعه بزاف، راه كيجيو عاد ثلاث خناشي ربعه كيوقفوا عليهم 8 10 باغيين ياخذهم، كلشي باغي ياخذهم. يعني انسان دار مسافه طويله، ما انا باغي ناخذهم ب 10 درهم، واحد غايقول ليه 220، واحد غايقول ليه 230، يعني كتزيدوا عليه. كنزيدوا عليه حتى كيدي. هذا الشكل ديال الحوت، انت كتعطي ثمن والاخر كيعطي ثمن. تمام، هذا الشكل ديال الحوت، واللي عطى غلا هو اللي كياخذ. ايوا صافي، والفلاح هو عنده الحق يبيع لما بغى. يعني الفلاح ما يمكنش تقول لي لا بيع لي انا وما تبيعش واحد اخر. لا يبيع اللي عاطي السوم. اللي عاطي السوم. مسكين توا عام يجيب الله وعامين راك عارف، عامين راه غادي عيان شويه. والجلبانه ما تعودناش على انها تكون واصله الثمن غالي زعما توصل. خويا راه ما كايناش الشتا، راه ما يعني جا عندنا من الماء كل شيء نحي. دابا راه ما كاينش الشتا، كون كانت الشتا هي اللي غادي
تجي جلبانه في المغرب كامل. دابا كاينه في منطقه واحده ولا جوج منطقات في اكادير اي تعز ولا في الصياد ما ولا شي شاوه سلعه الماء. دابا ملي كيكون شي شاوه موجوده فيها جلبانه موجوده ولكن ما بقاش دابا الاخر ديالها لا هي ولا اكادير. عندك اكادير دابا وشي شاوه ما بقاش فيه جلبانه. الاخر ديالهم صافي ما بقاش فيه السلعه مزيانه. دابا السلعه مزيانه بقات في الصياد. دابا اللي بغيتي السلعه ديال الجلبانه شياد ما من غير شياد ما تلقاش من غير شياد ما تلقاش خذ هذه السلعه. يعني هذه هي البيان كاليتي ديال البور حلوه وما فيهاش برودويات. واخا كيفاش ديال البور اشرح لي الكلمه ديال البور. يعني كيزرعها وكيتسناها من عند الله تصب عليها شطه وتنوض ما يعطيها لا تيوات لا ما لا والو فهمتي من عند الله. من عند الله كيزرعها وكيتسناها تصب عليها شطه حتى الارض والجو تما يمكن كيساعد باش انها تكون في كاين الارض تما ساحليه قريبه للبحر ديما عندهم الضبابه والجو زوين فهمتي كتجي الجلبانه عندهم مزيان يعني الجو كيساعد. واليوم كنشوفوا السوق اليوم خاوي مقارنه بيوم السبت. وخويا السوق اليوم خاوي ما عرفتش كي بنادم خالع الشتا ولا ما عرفتش ما كاين لا شتا لا والو. كانت واحد الضبابه الصباح هي اللي خوات السوق. واخا بالنسبه للوبيا تاهي اللي شفنا الثمن ديالها لا خويا اللوبيا ما عندي عليها ما عندك حتى شي ذكرى. اللي عارف دابا انت عندك الجلبانه كما قلت هي واصل الثمن ديالي اليوم. انتم شارينا 100 شارينا 220 وبعناها 210 باش ما توحشفك. واش غادي لها بقات عندي الغد لي غادي نقص من هاد الطوناج وما غتبقاش في هاد الجوده وغنبيعها بقل من هاد السومه اللي حنا بعناها بها. واخا شحال كتصبر هاد الجلبانه؟ الجلبانه كتصبر على الجمال يومين صافي نهار ديال الترونسبور ديال الطريق ونهار ديال اللي غيبيع فيه صافي. ودابا لما بقاش منفسه بحال هكا دابا لما بقاش منفسه بحال هكا تخسر؟ لا كتسخن هي وكتسلخ يعني خاصها ضروري تعريها وتنفسها. لما نفستيهاش صافي مشات مشات. الله يدير لي فيها الخير يا ربي. وشكرا على المعلومات اللي فتينا بهم ونتمنوا لكم يوم طيب كما شاهدتم انا مشاهدي ومتابعينا. السلعه ديال الشي هضمه واصل الثمن ديالها 315 درهم 30 كيلو وكما كتلاحظوا معنا ضروري كيعريها الا خلاها مزموطه ما تقدرش تدوز لي يومين تخسر وهو اللي غيضيع فيها. كيقول لك حنا ما علينا والو الا مثلا كانت السلعه قليله من بلاصه ومشينا حنا 10 الناس ولا 15 واحد خاسر الترونسبور وزيد وزيد وزيد. كنتلاقاو مع اللي باغي يبيع من جنان كيقول لك كيبقاو يتزايدوا عليها. الى هذا عطى 210 الاخر يعطي 220 الاخر يعطي 240 الاخر يعطي 260 الله يجعله يعطي 300. اللي غيعطي اكثر هو اللي غيديها وهذا هو الاشكال الكبير. الا كانت السلعه قليله كيكون مشكل والا كانت متوفره اكيد راه كيديو ثمن اللي رخيص ورخيص بزاف. جلبانه اكيد في هذه الايام كامله الجلبانه غاليه في الاسواق المغربيه. نتمنوا الثمن ديالها ينخفض. نتمنى قبل شهر رمضان ان الاثمنه تزيد تنخفض اكثر باش المواطن كما قلنا البسيط يقدر ياخذ الحاجيات ديالو من السوق المغربيه بثمن اللي يكون مناسب. وكما كتلاحظوا معنا كتباع السقاطه الجلبانه كيجيو الخيش كبير وكيبيعوا الكيلو يعني كما قلنا 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو كاين اللي كيدي خيشه كامله على حساب واحد المقدوره ديالو. ولكن الاغلبيه اللي كيجيو هنا هما البياع والشرايا كيجيو ياخذوا من الجمله باش يبيعوا بالتقسيط الله يدير اللي فيها الخير. وكما قلنا هذا الثمن غير ديال الجمله. اما الا مشينا للمحلات ولا مشينا مثلا عند العربات المشهوره راه غتلقى اكثر منه. اذا كان هذا كيبيع 210 اذا العربات المشهوره غيبيع 240 هذا هو الاشكال. يعني المواطن هو اللي كيتضرر في هذا الشيء كامل. هذا الشيء علاش نتمناو قبل شهر رمضان ان الاثمنه تطيح. كاين اللي بامكان ديالو يعني المقدوره ديالو يشري ب 220 ولا 250 حتى 15 درهم وحتى 20 درهم. كميه محدوده عند الفلاح ما كاينش السلعه كثيره. حتى الفلاح عنده السلعه قليله. وكما قلنا المواطن كاين اللي بامكان ديالو يشري ب 30 درهم وكاين اللي بامكانه يشري ب 20 درهم وكاين اللي ماشي بامكان ديالو يشري حتى ب 120 120 درهم وغتجي غاليه. هذا الشيء علاش نتمناو ان الاثمنه في الايام المقبله تنخفض قبل الشهر الكريم شهر رمضان باش كما قلنا المواطن البسيط يقدر ياخذ الحاجيات ديالو من الاسواق المغربيه. دابا واخا قبل ما نخسب دابا انتم كتبيعوا البياع اللي كيبيعوا العربات المجروره ولا المحلات كتبيع عليه 210 شحال غيبيع هو سقاط؟ غيبيعها هو 250 ولا 260 250 ولا 260 هنا فين كاين؟ غادي يبيعها بقل الا باعها بقل غتكوسر ما غادي يصور فيها دابا يعني شي كيزيد على شي ضروري. ولكن كون كانت بلاصه رخيصه كنتو ما غاتوصلش للثمن. كانت بلاصه 6 دراهم راه غنبيعوها حنايا ب 7 دراهم ولا 6 ونص
وهو غيبيع مثلا غالبا الجمال كيبيع على 10 دراهم. لا لا اختك على المعلومات كما شاهدتم انا مشاهدي متابعينا هادشي اللي قلنا يعني في الثمن ديال الجمله 11 درهم ونص، ولكن اللي غيجي يشريها باش يديها بيعها بلاصه اخرى غيبيعها ب 8 غيبيعها ب 260 يعني 13 درهم. وهذا الشيء اللي كنتكلموا عليه يعني المواطن صعيب انه ياخذ جلبنا بهذا الثمن. الله يدير اللي فيها الخير، نتمنوا كما قلنا مره اخرى ان قبل شهر رمضان يكون انخفاض جميع الخضروات وجميع الفواكه واللحوم والاسماك والدواجن باش المواطن انه يقدر ياخذ الحاجيات ديالو. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا ومتابعينا، ولا نلقى فيما بعد، والسلام عليكم.